مرحبتين بالجميع مرة جديدة. قام الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف والأيام الماضية برحلة إلى منطقة ماجاديت، طبعا غرب غات المنطقة هذه، ومشوا استكشفوها، وهي من أروع الأماكن الصحراوية اللي فيها احنا نقولوا مجسمات طبيعية محمد، أشكالها زي المباني القديمة، ومكان في غاية الروعة، ومشوا استكشفوه وقاموا بزيارة هذا المكان. خلينا نرحبوا بالأستاذ عبد الحفيظ الزواري باش نحكوا معاه أكثر، هو مدير الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف. أستاذ عبد الحفيظ أهلا بك في العشية. أهلا وسهلا، مرحبتين. مرحبتين بك. أهلا بك. سؤال بعيد عن الفريق الليبي، حضرتك الزواري لقب ولا صفة؟ لقب. لقب. مرحبتين بك. أهلا بك. في البداية أستاذ عبد الحفيظ، ليش اخترتوا منطقة ماجاديت أو ماغاديت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في بعد الأمر نشكر قناة 218 على إتاحة هذه الفرصة، ونشكرك أنت بشكل شخصي على اهتمامك بالموضوع. اختيارنا لمدينة غات وتحديد لمدينة ماغاديت الحجرية، يعني المكان هذا بالذات يعني الكلام عليه لا يوفي حقه، لازم الواحد يشوفه. مكان قصص عليه كثير، مكان مجهول شبه بصفة يعني بنسبة ممكن 70% يعتبر مجهول، وحبينا يعني نجوه ونشوفوه. في نفس الوقت اكتشفنا فيه أمور يعني ما كانتش موجودة من قبل، ما كانتش عارفين يعني. بإذن الله الفريق الليبي هو أول فريق يعني شاف المكانات هذين من المدينة ودخلها شكل كامل. يعني شن هي الأشياء اللي قلت ذكرتها قبل شوي اللي ما كانش مكتشفها حد وقمتوا باكتشافها؟ على سبيل المثال، في طبعا في بني أو في شكل طبيعي هيك تحت الطبيعة من عوامل التعرية، جاي شبه قرنين يعني. فلما سألنا عليه سكان الطوارق الموجودين غادي، قالوا لنا هذا اسمه قوين، يعني بمعنى قرون تبليس. قبل ما نمشي الفريق وفقها للقرنين هذين، نحن كنا أول من اكتشفناه. بعض المشاركين في الرحلة يعني اكتشفوا مصادر جديدة في حيواننا، وبرضو هذا أول مرة نشوفوه. ايه ممتاز. طيب استاذ عبد الحفيظ خليك معنا، خلينا نتوجه نشوف فيديو. طبعا كل الصور والفيديوهات اللي حتعرض في خلال هذه الرحله هي من تصوير الشاب سند الخلافي، فخلونا نتابعوا هذا الفيديو ونشوف الرحله كيف كانت. بعض المشاهد من منطقة ماغاديت اللي موجودة قريبة من مدينة غات. أعتقد عمار لا يخفى على أحد الجمال الصحراء الليبية والجنوب الليبي بشكل عام، ممكن شفنا جانب بسيط منها، ولكن الفكرة أن لما فريق أو عائلة أو جروب سياحي أنه يفكر يمشي لهالمناطق هذه باش يعرف بها أكثر.